في الفترة الماضية لقينا أن الظاهرة بدأت أنها تزيد عن المعقول. كورونا يبي يشوف عياله أو تبي تشوف عيالها تشوفهم عن طريق التلفون، ما في أن هم يشوفون بعض. في فعلا بعض الناس بدأوا يتأثروا من هذا. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أمانة ما قصرت معنا في تنسيق في مسألة الزيارة، لكن كورونا بدت أنها بالفعل تضع ضاغط على الكل. بدينا أن احنا ننظر إلى الاستثناء أنه قاعدة. الاستثناء هو أننا نروح وزارة العمل في مكان معين أخلي الطفل المستحق الزيارة يزوره هناك. من الصحيح أن أنا بنفذ الحكم مباشرة، لا، صارت المسألة حين أنا بنفذ الحكم أو بنفذ الاتفاق عن طريق التلفون، بس يشوف عياله وانتهى الموضوع، تشوف عيالها وانتهت السالفة، مو بصحيح. طيب، هذا التعنت في التنفيذ، هذا التعنت في حق لا يمس فقط الزوجين أو المنفصلين عن بعضهم بعض، ولكن بيمس بالأساس الطفل. التعليق اللي قاله سعادة النائب محمود البحراني فيما يتعلق بأن ما في داعي لعقوبة الحبس لأنه وضعها غير موفق في منازعة أسرية، هذه المادة موقعها هي في باب الاعتداء على الأسرة في قانون العقوبات. سنجد أن المادة 318 تتكلم عن الحضانة، في حالة عدم تسليم المحضون تعتبر جريمة، فمن باب أولى أن تكون الزيارة أيضا محل للتجريم. اليوم احنا ما بندخل في صارت منازعة، صار اعتداء على الأسرة بالفعل، في طفل مستحق للزيارة لا يستطيع أن هو يرى أباه أو أمه، كذلك العكس الأب والأم لا يستطيعون أن يرون عيالهم. مسألة فيها اعتداء بالفعل عن الأسرة، حتى وإن كانت الأسرة تفككت ما بين الرجل والمرأة إلا أن هناك رابط ما بين هذا الطفل وبين أحدهما حسب المستحق.